السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السيدات والسادة، 20 عاماً مضت وما زلت أفخر وأتذكر تلك اللحظات في الإعلام العربي حينما قلت في الأول من نوفمبر عام 1996 من هذا الاستوديو الصغير، قلتها: أهلا بكم في أول نشرة من قناة الجزيرة في قطر. هنيئاً لمن فكر في تأسيسها وأبدع في رعايتها وبذل الغالي والنفيس كي يصعد بها إلى القمة. آن لهذا الفارس أن يحتفل اليوم بعشرينيتها وله طول العمر طالما بقيت حية في نبضه وفكره وعقله. بسم الله الرحمن الرحيم. منذ 2 عقدين من الزمان قررنا في دولة قطر تأسيس منبر إعلامي عربي يتيح لشعوب هذه المنطقة رؤية نفسها ورؤية العالم بعيونها لا بعيون الآخرين، وينشر الحقيقة بين الناس ويرفع مستوى الوعي بينهم. السيدات والسادة، إن احتفالنا اليوم فرصة للتأمل في حصاد هذه السنين 20، وهو حصاد جدير بالفخر والاعتزاز. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سمت الجزيرة منذ البداية الأشياء بمسمياتها، وتعاملت مع مختلف القضايا بالجرأة والموضوعية، وعاماً بعد عام ترسخت أقدام الشبكة وأصبحت مرجعاً ومنافساً للكبار يأخذون عنها حتى وإن انتقدوها، فهي التي وضعت الإعلام العربي على خريطة الإعلام العالمي. لقد شهد العقدان الماضيان نجاحات مبهرة، وسيشهد العقد الثالث الكثير منها بإذن الله. فالقناة الإخبارية وهي تستقبل عقدها الثالث تجدد شاشتها واستديوهاتها في مبناها الجديد وبأحدث التجهيزات التكنولوجية وأكثرها تطوراً، كما أشار سعادة رئيس مجلس الإدارة. بعد 2 عقدين تتلألأ ويزداد بريقها، تزيد حبات العقد ولا تنقص، تغوص في ظلمات البحر ولا تغرق، لا يقذفها الموج بل تصعد دائماً إلى العلا. على صغر حجمها أطلقت شرارة التغيير في المنطقة، إنها تتوسع للمرة الثالثة، واليوم ننتقل إلى غرفة بتقنيات أرقى وأحدث، لكننا ننقل معنا قيم الجزيرة المنحازة إلى أشواق المشاهد العربي في الحرية والعدالة والكرامة.